أن أشعر بالألم والحزن على حال الذي وصلنا إليه، وهو عبارة عن جثة هامدة في هذه المرحلة. خليل الذي لم يكن يوما إلا داعما لقضية الأصل، أن خليل العواضي لم يكن وراءه أحد من كافة الفعاليات والتنظيمات والمؤسسات ومن إدارة مصلحة السجون في حق الحرس الأسير في محافظة. خليل الإنسان الأب لأربع بنات أصغر منا في عمر العام وأكبر منا في عمر السنوات. لا أن أشعر بالألم والحزن على حال